يسرنا في غرفة الرياض وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف واللجنة العقارية بغرفة الرياض إقامة هذا الملتقى، ملتقى تمهير العقاري، والذي نسعى فيه معا لطرح مزيد من الفرص التدريبية للخريجين والخريجات بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل داخل هذا القطاع الحيوي والهام، والذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية. أما الآن مع كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض سعادة الأستاذ محمد المرشد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعادة المهندس عبد الله الحماد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف، سعادة الدكتور محمد الزهراني رئيس برنامج التدريب على رأس العمل صندوق الموارد البشرية هدف، سعادة المهندس خالد الحمادي المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي، سعادة الأستاذ محمد المسعودي وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في رحاب غرفة الرياض، وفي البداية أشير إلى إطلاق سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لهدف تعزيز التنافسية في القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، ليكون المواطن مستعد لسوق العمل. بلا أدنى شك أن القدرات والطموح التي ينافس فيها الشاب والشابة السعودية عالية، ولذلك نعتز بأن نقوم على تطوير المهارات والقدرات بالمستقبل من خلال تنمية المعرفة، وأيضاً التحضير لأبناء وبنات الوطن لهذا المستقبل المشرق من خلال اغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة لقطاع التطوير العقاري. بلا أدنى شك إن المسؤولين على المستوى المحلي والعالمي، ومن هذا المنطلق رأينا في اللجنة الوطنية العقارية ممثلة في غرفة الرياض وأيضا اللجنة الوطنية على مستوى المملكة العربية السعودية أن نتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف بما في عقد مثل هذا الملتقى الهام والمدعوم من قبل الجهات ذات العلاقة. بلا أدنى شك أن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير سيساهم بإذن الله في تطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية، بالإضافة إلى من سبق لهم العمل من خلال التدريب في الشركات المميزة في القطاع الخاص لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لذلك. فنحن نعمل على إعدادهم وتهيئتهم للمشاركة بشكل مميز في سوق العمل الواعد، وكذلك تقديم المكافآت المالية من خلال برنامج هدف والمقتصرة بمبلغ وقدره 3000 ريال شهريا. في الختام لا يسعني إلا أن أحقق، أرجو الله سبحانه وتعالى بأسماء آياته صفاته العلى أن تعم الفائدة لهذا الملتقى وأن يحقق المبتغى به، إنه الولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن كلمة من رئيس برنامج التدريب على رأس العمل صندوق الموارد البشرية هدف سعادة الدكتور محمد الزهراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد اليوم بأن نجتمع مع شركائنا في القطاع الخاص في ملتقى تمهير للقطاع العقاري، وذلك بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن في فرص تدريبية في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في سوق العمل، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص صندوق تنمية الموارد البشرية على بناء شراكة متينة مع القطاع الخاص وتسخير إمكانيات الصندوق المادية والبشرية لغرض تنمية المورد البشري. أود الإشارة بهذه المناسبة بأن استراتيجية الصندوق تركز على التكامل مع والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير وتحسين منتجات وبرامج الدعم وتنميتها تماشيا مع توجيهات القيادة الحكيمة أيدها الله، من خلال التركيز على أصحاب العمل وعلى المستفيدين من الأفراد للاستفادة من برامج الدعم المختلفة من التوظيف والتدريب والتمكين.
بما يساهم في رفع تنافسية القوى الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. لتوسيع هذه العلاقة نعمل في صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل مباشر مع القطاع الخاص، أيضا نعمل مع شركائنا، ومن أهم شركائنا هم الغرف التجارية، ولعل ملتقى اليوم يعني هو مثال مع شراكتنا مع غرفة الرياض لهذه الشراكة. حضور الكريم، إن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير يعد من أحد أهم البرامج النوعية التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية للاستثمار بالقدرات الوطنية من خلال منحهم فرصا تدريبية ميدانية تتيح لهم اكتساب المهارات والخبرات الأساسية في سوق العمل، وأيضا تساعدهم في زيادة قابليتهم للتوظيف في سوق العمل. وليس سرا أن أخبركم بأن المتدربين في برنامج تمهير بداية من عام 2017 إلى أن تجاوز عددهم 61 ألف متدرب. ختاما، نؤكد مجددا بأننا في صندوق الموارد البشرية نعمل على التكامل مع منشآت القطاع الخاص من خلال آليات دعم الصندوق المتنوعة من جهة، وإتاحة المنشآت الشريكة للفرص التدريبية أمام الكوادر الوطنية الواعدة من جهة أخرى. حضور الكريم، أود أن أختم كلمتي هذه بالتأكيد والإشادة على الدور المهم التي تقوم به الغرف التجارية، كونها مساعدا وممكنا لتقريب المسافات ما بين الصندوق وما بين منشآت القطاع الخاص. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتفاعل تلك الجهات الرائدة والتي هيأت ودربت هؤلاء الخريجين والخريجات وساهمت في توظيفهم، سيتم الآن عرض تجربة ناجحة لشركة تحالف. أشكر جميع القائمين على هذا الملتقى وعلى التركيز على هذا الموضوع الذي له تأثير مباشر على سوق العمل السعودي وعلى الشركات وعلى المستفيدين. بداية، أنا هنا لأمثل شركة تحالف العقاري، معاكم أختكم وفاء الحسيني مدير إدارة الموارد البشرية في شركة تحالف العقاري. شركة تحالف العقاري أنا حابة أعطيكم نبذة مصغرة عنها. هي شركة سعودية أمريكية بالشراكة ما بين مجموعة حمد بن سعيدان أكبر مطوري العقار في المملكة العربية السعودية وشركة كيوفينيان من العشر الكبار المطورين العقاريين في الولايات المتحدة وأسهمها مدرجة في السوق الأمريكي. طورت شركة تحالف العقاري العديد من المشاريع العقارية داخل مدينة الرياض بما يتجاوز 2500 ألف وحدة من فلل طبعا، ولها شراكات مع وزارة الإسكان. تؤمن شركة التحالف العقاري بتمكين الشباب السعودي، وهذا ما رأيناه في موظفيها وفي استثمارهم وتطويرهم وتنمية مهاراتهم. انعكس هذا التمكين والإيمان بقدرات الشباب إلى تمكين الشباب السعودي سواء كانوا طلاب جامعات أو باحثين عن عمل، وهذا ما تبنته الشركة في تبني برنامج تمهير في السنتين السابقة. فقد دربت الشركة الباحثين عن العمل، وذلك لعدة أسباب. أولاً، السبب الأول من ناحية المسؤولية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية والمساهمة في دعم الباحثين عن العمل. ثانياً، لإعداد وتجهيز الطلاب والباحثين عن العمل وتنمية مهاراتهم وإعدادهم بسوق العمل. ثالثاً، لاستقطاب والإبقاء على المواهب والباحثين عن العمل المتميزين الذي رأينا فيهم الجدية في العمل، ورأينا أن إضافتهم إلى فريق العمل قيمة مضافة لفريق العمل. وتم بحمد الله توظيف ما يعادل 40% من إجمالي المتدربين، فكانوا جميعا باحثين عن العمل ويعتبرون من الطلاب الفريش، تم توظيفهم في الشركة. والآن ما شاء الله يعني تم اكتساب تقريبا ما يقارب سنة إلى سنة ونص خبرة. بالإضافة إلى التدريب التعاوني الذي تتبناها الشركة من العديد من السنوات بالتعاون مع مختلف الجامعات الحكومية. ختاماً، لا أريد أن أطيل على الحضور الكريم. أشكر جميع القائمين على هذا البرنامج بإتاحة مثل هذا البرنامج الذي يعني أنا أغبط الخريجين حديثاً لوجود برامج تدعمهم، وأشكر حكومتنا الرشيدة وجميع القائمين على هذا البرنامج بدعم الشباب والتأثير الإيجابي على سوق العمل وعلى الشركات بالقطاع الخاص وعلى الباحثين عن العمل. وكنت أتمنى أنا وزملائي في حين تخرجنا قبل سنوات عديدة أن نجد مثل هذه البرامج التي تدعمنا
وتوصلنا إلى سوق العمل بطريقة احترافية. وشكرا جميلا لكم جميعا ونشكر لكم حضوركم. بداية حاب أشكر جميع القائمين على هذا الملتقى من الزملاء في غرفة الرياض، يعطيكم العافية على الدعوة الكريمة، وأيضا ألف شكر على هذه الجهود الرائعة. يمكن الأستاذ محمد المرشد عرفني كوكيل للتوطين، لكن أنا مدير توطين القطاع الصناعي والعقاري في وكالة التوطين، وراح بحول الله يكون عندنا عرض بسيط ما راح يأخذ منه وقت طويل. راح نتكلم فيه عن دور الوكالة في التوطين، وأيضا عن استراتيجية سوق العمل بشكل مبسط ومختصر، وأيضا عن قرار توطين القطاع العقاري اللي أصدر في نهاية أو عفوا في الربع الثالث من العام الماضي. طبعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يخفى عليكم أنها من أكبر الوزارات الموجودة بحجم الأعمال بحجم المسؤوليات وتنوعها، فهي تنقسم لثلاث أقسام أو ثلاث قطاعات، منها قطاع العمل، قطاع الخدمة المدنية، وقطاع التنمية الاجتماعية. أيضا اليوم حديثنا راح يكون عن الوكالة بشكل مختصر ومبسط، ووكالة التوطين أحد الوكالات الموجودة تحت قطاع العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المستدام وتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل. وبعض المهام هي إعداد وتنفيذ برامج التوطين التي تحسن مشاركة الكوادر الوطنية النوعية في نمو الاقتصاد الوطني، وتحقق أيضا استدامة للقطاعات المختلفة وخاصة في المهن الاستراتيجية المؤثرة باستمرارية النشاط الاقتصادي. زي ما ذكرت لكم يمكن بمر بشكل سريع على بعض الشرائح بسبب أنه في عندنا يمكن عدد كبير منها. راح نتكلم بشكل مبسط مختصر على أساس أن احنا نفهم دور التوطين وآلية عمله عن تكوين سوق العمل وشريعة التوطين. فتكوين سوق العمل عندنا يتكون من من من, من ثلاث خلينا نقول أعمدة، منها الطلب، والطلب يتكون من أنشطة وقطاعات وأيضا منشآت كبيرة وعملاقة، منشآت صغيرة متوسطة، استثمار محلي وأيضا استثمار أجنبي، ومن هنا يتكون عندنا الطلب. العرض عندنا رجال ونساء، الفئات العمرية جميع جميعها، الشباب والكبار، مستوى التعليم ومستوى المهارات ومناطق جغرافية، مواطنين ووافدين. المشاركون في خلق التوازن وتحريك هذه المنظومة نتكلم عن جميع الجهات الموجودة الحكومية، منها الموارد البشرية، وزارة الموارد البشرية، الصندوق، تكامل، المنشآت، جميع هذه الجهات لها دور في تكوين سوق العمل. لما نتكلم عن التوطين فإحنا نتكلم عن إحلال، ونتكلم أيضا عن خلق وظائف جديدة، ولعل أنه عندنا مصادر خلق الوظائف الجديدة هي مصادر متعددة، منها فتح قطاعات جديدة، منها مثل السياحة والترفيه، وإحنا رأينا انعكاساتها وحجم الأثر اللي كان على الوظائف في السنوات القليلة الماضية. أيضا لدينا الوظائف الجديدة والغير تقليدية، منها العمل المرن والعمل عن بعد والتجارة الإلكترونية، ورأينا أيضا انعكاساتها في خلق وظائف جديدة في السنوات الماضية. وهناك عدة مصادر لخلق الوظائف الجديدة، منها تبني التقنية، الابتكار والبحث والتطوير، وزيادة الإنتاجية. ولكن اللي يختص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو الإحلال غالبا في خلق وظائف وتوفير فرص عمل، ومنها زيادة نسبة التوطين مثل اللي نشوف الآن في برامج التوطين، وأيضا في تنظيم الاستقدام. ولدينا أيضا جانب في زيادة مشاركة السعوديين، واللي نتكلم فيه كمثال عن برامج تحفيز مشاركة المرأة، ورأينا انعكاسه على زيادة نسبة مشاركة السعوديين في السنوات القليلة الماضية. تشريعات الداعمة للتوطين، عندنا عدة تشريعات، منها أنماط العمل الجديدة، منها الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، منها مبادرات وتشريعات تنظيمية لتمكين المرأة، ومنها أيضا تنظيم العلاقة التعاقدية، هذا بالإضافة إلى قرارات التوطين. وكان لدينا في العام الماضي تقريبا أكثر من 213 ألف فرصة، هذه ليست متوقعة ولكن هذه فرصة محققة حققت في العام الماضي عن طريق برامج التوطين. استراتيجية سوق العمل، ولا راح أطيل في هذا الجانب، راح نأخذها بشكل مختصر فقط يعني ليكون عندكم تصور واضح عن استراتيجية سوق العمل في الفترة القادمة. طبعا استراتيجية تركز على تحقيق عدة أهداف، منها طبعا ما يخفى عليكم خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7%، أيضا رفع نمو إنتاجية العامل إلى 12.6%،
أيضا لدينا رفع المشاركة الاقتصادية للمواطنين من 45.5 يمكن بدأت عام 2019 الآن إحنا تقريبا 52 ونهدف للوصول إلى 60%. أيضا ترتيب في مؤشر كفاءة سوق العمل نهدف للوصول إلى المرتبة 20. طبعا الاستراتيجية لها توجهات عديدة منها إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقي في القطاعين العام الخاص. أيضا الاستراتيجية شملت حزم مبادرات متدرجة في المدى قصير ومتوسط وطويل، وأيضا تركز الاستراتيجية على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات ورفع الانتاجية أيضا وتحسين كفاءة سوق العمل، وصمم نموذج الحوكمة للاستجابة للتغيرات في سوق العمل للتنفيذ الفعال للقرارات المتعلقة بالسياسات. أيضا تعمل الاستراتيجية على تحفيز الطلب على الأيدي العاملة وخلق فرص العمل بالشراكة مع الجهات المشرفة على القطاعات. طبعا في 25 مبادرة ما راح ندخل في تفاصيلها حفاظا للوقت، لكن بشكل مختصر لدينا مبادرتين متعلقة بالنمو والاستثمار، 5 مبادرات متعلقة بظروف العمل، 3 مبادرات متعلقة بالتوظيف، 5 مبادرات متعلقة بالمهارات والقيم، 3 مبادرات متعلقة بتنشيط سوق العمل، 3 مبادرات متعلقة بالاستقدام، وأيضا 3 مبادرات متعلقة بالبنية التحتية والمعلوماتية. طبعا زي ما ذكرت لكم ما راح ندخل في تفاصيل حفاظا على الوقت. طبعا الآلية هذه ما أقدر أقول أنها جديدة، يعني هي آلية موجودة يعني من وقت سابق وأيضا اتبعت في جميع برامج التوطين، وهي خلينا نقول أنه توثيق للشراكة الموجودة بين القطاعين العام والخاص، وأيضا توثيق للشراكة الموجودة في بناء برامج التوطين. وكل برامج التوطين اللي لعلها أطلقت من بداية عام 2019 ما كانت تطلق إلا بمناقشة القطاع الخاص وأخذ آراءه وجمع جميع التحديات للخروج ببرامج مجودة. قرار توطين المهن والأنشطة العقارية، لعل إنه قرار ليس بقرار الحديث، لكن راح نأخذ فكرة بسيطة. وهذا وقت إطلاق القرار كان طبعا الأنشطة العقارية اللي استهدفت كانت تحت كيان مكاتب التحصيل وخدمات العقارات، وكانت نسبة السعوديين 33% والوافدين 67%، هذا من مجموع عاملين عدد 37,358. كان هذه نظرة في نشوف الشارت على اليسار، نظرة على أعداد العاملين في المهن العقارية المستهدفة، ونجد إنه الأغلب يعمل في مهنة وسيط بيع عقارات ومسوق عقاري. طبعا استهدف القرار اللي أطلق تقريبا 9 أنشطة مرتبطة بمهن الوساطة العقارية ومرتبطة بمهن اتحاد الملاك، وأيضا استهدف مجموعة من المهن متعلقة بالوساطة العقارية والبناء المستدام واتحاد الملاك والتحكيم العقاري. بعض هذه المهن موجودة وبعضها استحدث. طبعا القرار اللي أصدر كان ينص على توطين نسبة 70% من جمالي عدد العاملين لدى المنشآت التي تعمل في الأنشطة العقارية المستهدفة، وأيضا قصر العمل على السعوديين في المهن المستهدفة اللي ذكرناها قبل قليل سواء كانت المهن الموجودة أو المهن المستهدفة. وطبق القرار من شهر 2/24 من عام 1443. طبعا كان المتوقع من القرار كان توفير 13,000 فرصة وظيفية، وكان أيضا يصاحب هذا القرار عدة برامج. في اتفاقية وقعت بين صندوق التنمية البشرية هدف وأيضا الهيئة العامة للعقار بمستهدف 11,000، وكان أيضا وجود العقار والمقاولات من ضمن مستهدفات برنامج توطين. برنامج توطين هذا برنامج تم العمل عليه في عام 2021 بمستهدف 115,000، حققنا بفضل الله أعلى من الرقم هذا، ومن ضمن القطاعات اللي حققت مستهدفها بشكل كامل قطاع العقار والمقاولات. كان المستهدف 23,000 وظيفة، وكان في تواصل مباشر مع القطاع الخاص في توفير هذه الوظائف عن طريق اتفاقيات بتوفير حزم للدعم للقطاع الخاص، والقطاع الخاص مشكورا يعني كعادة يتفاعل معنا، وحققنا المستهدف كاملا 23,000 وظيفة. طبعا هذه كانت برامج الدعم والتدريب المقدم عن طريق برنامج توطين، وايضا ما يخفى عليكم الدعم اللي يقدم عن طريق الصندوق وما كانت تتقاطع. والبرنامج هذا انتهى تحقيق مستهدف كاملا،
ونعمل الآن على إطلاق مرحلة ثانية من نفس البرنامج. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. ولأهمية تدريب وتطوير الكوادر البشرية يقدم لنا سعادة المهندس خالد الحمادي دور المعهد العقاري السعودي لتدريب ودعم الكوادر البشرية الوطنية. السلام عليكم جميعا. سعادة المهندس عبد الله الحماد رئيس تنفيذي للهيئة العامة للعقار، سعادة الأستاذ محمد المرشد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، سعادة الحضور الكريم، لا يخفى على الجميع أهمية التطوير والتدريب وخصوصا في القطاع العقاري وهو المستهدف اليوم. نشكر الغرفة التجارية على تنظيم هذا الملتقى لتحفيز ودعم الشباب في جاد الفرص في القطاع العقاري، وهو قطاع يعني ضخم وفي فرص كبيرة جدا للحصول على وظائف وتطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري. اليوم راح نستعرض إن شاء الله العرض الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية أسست عام 1438 بموجب قرار مجلس الوزراء 239 لتستهدف بعض المهام والأمور التي تخص القطاع العقاري، حيث أن يكون القطاع العقاري قطاع منظم، أن يكون القطاع شفاف ومستدام، سوق حيوي وجاذب للمستثمرين، تقديم خدمات مبتكرة لتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد. تقوم الهيئة على 4 ركائز رئيسية: حوكمة القطاع، تمكين واستدامة القطاع، ولهذا السبب المعهد العقاري يعني يستهدف تفعيل هذه الركيزة من خلال تدريب العاملين في القطاع، فعالية السوق وخدمة الشركاء. يتضح أمامكم الآن إطار الشامل لاستراتيجية القطاع، الرؤية الهيئة العامة للعقار أن يكون القطاع العقاري العقاري السعودي حيوي وجاذب ويتميز بالثقة والابتكار، ويرتكز على 4 ركائز رئيسية: حوكمة القطاع، تمكين واستدامة القطاع، فاعلية السوق وخدمة الشركاء. الأهداف 4 الرئيسية: قطاع عقاري منظم، قطاع عقاري شفاف ومستدام، سوق حيوي وجاذب ويمنح الثقة للمشاركين، تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد، ويعني منها 15 أولوية و18 مبادرة و22 مؤشر أداء رئيسي لتحقيق الاستراتيجية. تمكين واستدامة القطاع هو اللي نرتكز عليه في عرضنا اليوم من خلال المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، ويتضح منها وضع المعايير للأنشطة العقارية، تشجيع الاستثمار، توفير البيئة المناسبة، العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري، مراقبة مؤشرات القطاع العقاري، متابعة تنفيذ الاتفاقيات، تفعيل التدريب والتأهيل للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وهذا الدور يقوم فيه المعهد العقاري، إجراء الأبحاث والدراسات، وهذا الدور مشترك بين الهيئة والمعهد، وضع الضوابط اللازمة للتنظيم، إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية. طبعاً من مهام واستراتيجية الهيئة تم تأسيس المعهد العقاري، ويتضح أهمية التدريب والتطوير في تنمية وتطوير وتوسيع المهارات والمعارف بشكل عام، تحفيز الموظفين واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على الجميع كأفراد أو منظمات، التأهيل بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية واحتياجات متطلبات العمل الحديث، التدريب والتطوير هو أساس لمواكبة التغييرات والتطورات اللي تطرأ على كافة مجالات الحياة وبما فيها المجال العقاري. وخصوصا في 5 سنوات الأخيرة القطاع العقاري يعني صار فيه تطور كبير، وصار فيه تنوع في استثماراته وتنوع في المهام والأعمال اللي يقوم فيها العاملين في القطاع العقاري، وأصبح فيه فرص أكثر. طبعا المعهد العقاري أسس في شهر 8/2017، متخصص في نشر أفضل الممارسات المحلية والعالمية في القطاع العقاري من خلال توفير التدريب والتأهيل للمهنيين والممارسين في القطاع، ومنحهم الشهادات تمكنهم من الدخول في سوق العمل، وهو أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في 2017 بإشراف ومتابعة من معالي وزير الإسكان
الأستاذ ماجد الحديد. المعهد العقاري معهد متخصص في نشر أفضل الممارسات العالمية للقطاع، ويهتم بتوفير وتدريب المهنيين المارسين في القطاع العقاري. رؤية المعهد أن نكون الشريك الأول لمحترفي القطاع في المملكة العربية السعودية. رسالة المعهد هي خدمة محترفي القطاع في المملكة ونشر المعرفة وتنمية القدرات البشرية من خلال توظيف التقنيات والخبرات العالمية لضمان التميز وتبني أحدث الممارسات. الأهداف الرئيسية للمعهد العقاري قيادة بناء قدرات محترفي القطاع العقاري من خلال أبحاث السوق والدورات التطبيقية وشهادات المهنية، تبني أفضل الممارسات والمناهج العقارية، الحفاظ على الاستدامة المالية للوصول للاستقرار المالي، رفع قيمة العلامة التجارية مع الاعتراف المحلي بالتميز الاحتراف. بناء على الأهداف الخاصة بالمعهد وأثرها المتوقع من خلال الأربع سنوات الماضية وتوافقا مع برنامج رؤية 2030، الأثر المتوقع أنه يركز على محورين رئيسية: محور المواطن ومحور الاقتصاد الوطني. محور المواطن من خلال تمهير الموظفين والمساهمة في التطوير وخلق فرص جديدة لهم للعمل في القطاع العقاري، المساهمة في تمكين بناء الوطن وبنات الوطن في شغل وظائف القطاع العقاري، وخصوصا في تنوعها مع التطور الكبير في هذا القطاع، المساهمة في رفع مستوى رفاهية المواطن السعودي. بما يتعلق بمحور الاقتصاد الوطني، المساهمة في إحداث أو استحداث قطاعات اقتصادية جديدة، رفع قطاع كفاءة القطاع العقاري، الحد من الهدر في قطاع التشييد والبناء، استدامة الموارد الطبيعية، خلق الفرص الاستثمارية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. نطاق العمل للمعهد العقاري خلال الأربع سنوات الماضية كان يركز على برنامج الإسكان وعلى نطاق العمل للهيئة العامة للعقار. والآن أضيف من قبل سنة تقريبا في شهر 6/2021 التدريب لقطاع بلدي، واللي تم بتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحديد للبدء في تنفيذ دورات تخدم القطاع البلدي. فتوسع نطاق العمل إلى ثلاث نطاقات رئيسية: النطاق البلدي وبرنامج الإسكان والهيئة العامة للعقار. الخدمات اللي يقدمها المعهد: الدورات التدريبية بشكل عام، التدريب المهني، الأبحاث والنشر، المصادر، وهذا في تعاون كبير بين الهيئة العامة للعقار والمعهد، تقديم الشهادات، العضويات، تنفيذ المعارض والمؤتمرات. سبق المعهد بدعم من الهيئة العامة للعقار تنفيذ مؤتمرين عقاريين. الدورات التدريبية اللي قدمت ونركز على الدورات خلينا نقول الأكثر طلب وأكثر إقبال وأكثر حاجة للسوق العقاري: دورات الوساطة العقارية، دورات التسويق، دورات الأملاك، إدارة المرافق. واتضح من عرض الأستاذ من الموارد البشرية على الإقبال الكبير والأرقام فيما يخص الوساطة والتسويق العقاري وإدارة الأملاك والمزادات وتقييم الاستدامة، وهذا صار في أثر كبير في الفترة الماضية من خلال منح شهادات للمهندسين السعوديين فيما يخص فحص جودة البناء وتقنيات البناء وكذلك التحكيم العقاري ودورات العقار المشترك وفرز الوحدات. وأصبح الإقبال كبير عليها بعد التنظيمات الجديدة اللي تخص التسويق العقاري والتحكيم وفرز الوحدات العقارية. إنجازات المعهد خلال الأربع سنوات الماضية: تم تدريب أكثر من 66,000 متدرب، تم عقد أكثر من 2,000 دورة تدريبية، الشراكة مع 70 مدرب عقاري متخصص حسب المجالات التي يتم العمل عليها في المعهد، تم تطوير أكثر من 50 حقيبة تدريبية في جميع المجالات، تم تطوير 3 مسارات تدريبية متكاملة، كل مسار يحتوي على مجموعة من الدورات التدريبية. ساهم المعهد مع الجهات ذات العلاقة في إصدار 3850 شهادة عمل حر، والمقصود فيها الهيئة العامة للعقار مع وزارة الموارد البشرية.
الشراكات اللي تمت في السنوات الماضية شراكة مع مبادرات برنامج الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الوكالات والمبادرات المعنية وبعض الجهات اللي كان تطلب الدورات تدريبية معينة أو يتم تطوير حقائب تدريبية مخصصة لهذه الجهات مثل صندوق الاستثمارات العامة، روشن، آمالة، رئاسة الاستخبارات العامة، قطاعات حكومية وعسكرية طبعاً، شركة سلمان بن سعدان، التعاون مع جميع الجهات الموضحة في العرض، الغرف التجارية طبعاً، التعاون قديم ومن 4 سنوات ماضية، وفي بعض المشاريع الاستراتيجية مع قطاع بلدي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، صندوق الموارد البشرية هدف وما زال البرنامج مستمر، وكالة التطوير العقاري. وشكرا لكم. هم يستحقون نظير مشاركتهم وحضورهم لهذا الملتقى. أما الآن فليتفضل سعادة المهندس عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي المكلف في الهيئة العامة للعقار والأستاذ محمد المرشد بتكريم المشاركين في حفل الملتقى. وكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. المعهد العقاري السعودي. شركة التحالف العقارية. سعادة المهندس عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي المكلف في الهيئة العامة للعقار. الآن تفضل يا إخوان عشان الجولة. نشكر الجميع، نتمنى للجميع التوفيق.